أحيت حركة شباب 24 مايو الإريترية في القاهرة يوم المعتقل الإريتري، والذي يصادف 14 من إبريل من كل عام. افتتح اللقاء مسؤول اللجنة الإعلامية الناطق الرسمي باسم الحركة محمد نور شمسي، عضو المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي. شكر فيها الحضور متناولا أهمية أن يكون يوما للمغيبين قصرا نستشعر بمعاناتهم ونثمن فيها تضحياتهم من أجل الوطن وقضيته العادلة. وأضاف شمسي أن حركة الإفراج عن معتقلي الرأي والضمير أولى مطالبها المرفوعة والتي تنادي بها الحركة. كما تحدث في اللقاء الأخ أحمد إبراهيم، عضو مؤسس في الحركة، عن الانتهاك التي يمارسها النظام الأفورقي على مكونات الشعب، وعن ضرورة جمع الصف من أجل إيصال معاناة المغيبين قصرا إلى الجهات القضائية الدولية وتقديم المسؤولين عنها إلى يد العدالة. تلا ذلك كلمة للأستاذة ميمونة محمد مرانت، نجلة عميد المعتقلين القاضي محمد مرانت، حيت فيها تنسيقية يوم المعتقل على مستوى العالم وحركة شباب 24 مايو على اللفتة الطيبة المتمثل في إحياء اليوم وتكريم أسرة المغيبين، داعية إلى التكاتف والتضامن مع أسر المعتقلين وإشعارهم بأن مجتمعهم يقف معهم ويحس بمعاناتهم. كما تحدث في اللقاء الأستاذ الحسن إبراهيم جمع، نجل الأستاذ المختطف إبراهيم جمع وشقيق المغيب عبد الوهاب الطالب الذي لم يتجاوز 17 من عمره لحظة اختطافه ليلحق بوالده. استعرض الأستاذ الحسن فصول من تلك المآسة التي تعرض لها المجتمع عند الحملة الشرسة التي قامت بها عصابة الهجدف على أصحاب الفكر والمعلمين. لا لذنب اقترفوه سوى أنهم ساهموا في تعليم وتوعية مجتمعهم. كما تحدث في اللقاء الشاب أحمد يوسف إبراهيم، راويا شهادته المأساوية عندما داهمت عصابة الإجرام لاختطاف والده في صنعفي، فقامت والدته بنزع اللثام عن أحد أفراد العصابة لتتعرف عليه، فقام على الفور بإطلاق 6 رصاصات على صدرها ولم تجد من يسعفها بسبب الإرهاب الهجدفي على المواطنين، لتلفظ أنفاسها عند وصولها المستشفى. عرضت في اللقاء أيضا شهادات وروايات من بعض الحضور، منهم الصحفي حسن إدريس طويل والمناضل صالح نورايم، أحد معاقي حرب التحرير والمشرف العام للمركز الثقافي الإريتري للاجئين بمصر. وفي الختام، قامت حركة شباب 24 مايو الإريترية بإهداء شهادات تكريمية لأسر المغيبين ممهورة بشعار الحركة. وتنسيقية يوم المعتقل الجدير بالذكر أن من بين المكرمين أسرة عميد الفن الثوري الإريتري إدريس محمد علي، تسلمها الأستاذ خالد إدريس، و2 من الشباب ولدا في غياب والديهما ولم تكتحل عيناهما برؤيتهما، وهما محمد صالح عثمان وجعفر إدريس. أحيت حركة شباب 24 مايو الإريترية في القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أدعى جعفر إدريس محمد سعيد ابن الأستاذ إدريس محمد سعيد المعتقل يوم
24/12/1994، ولدت بعد أن انتقل والدي بشهر، وهذا يعني أنني لم أحظى بوجود والدي. أنا من أحد أبناء المعتقلين الذين لم يحظوا برؤية والدهم، ولم يحظوا بأن ينطقوا باسم أو ينادوا باسم والدهم. عانينا الكثير، نحن كأبناء معتقلين عانينا الكثير بسبب فقدان والدنا. كم تمنينا العالم، ربما الآخرون يتمنون أشياء زهيدة من الدنيا، ولكن كل ما نتمناه وما نريده هو أن نلتقي بهم. نسأل الله أن يفرج نسأل الله أن يفك أسرهم إذا كانوا أحياء، وأن يتقبلهم شهداء إذا كانوا أمواتا. وكما أدعو المجتمع الإريتري أن يأخذ هذه القضية وأن يأخذها بمحمل الجد، لأنه هي قضية مهمة ولا يجب التفريط بها. شكرا. سلام. شكرا. سلام. شكرا. بركات ياسمين إدريس سعيد بنت المعتقل إدريس سعيد محمد علي، عام 1994 شهر 12 يوم 24. ربنا يفرج كل أسر معتقل إن شاء الله. هلا عمرك كم كان يعني تقبل الوالد؟ 6 سنين. وشنو المعاناة اللي مريت بها؟ والله كل المعاناة صراحة، أن أمي كانت حامل أول شبل الولد الصغير، يوم الليلة كمل تساوى وجه هنا ووجود معي، يعني خلص خلص تساوى هناك، وكان عسكري موجود معانا. ربنا في كسره. شكرا سلام كسره. شكرا السلام عليكم. وكل القائمة الدائمة في تنسيق يتيم المعتقل، لما نقول يوم المعتقل بالنسبة لنا هو يوم حزين، بس في اتجاه ثاني قاعد نطالع النظام المستبد القاشم الظالم، وما حنخليه إن شاء الله مش ليها عيوب. نحن كأبناء المعتقلين متدربين كثير، في ناس كثار يقولوا لنا انتوا ليه ما تقوموا، انتوا ليه ما تسألوا، انتوا أصحاب الوجع. في ناس ما قادر تتحمل، في ناس ما قادر تواجه، وقضية المعتقلين ما بس قضية أسر المعتقلين، هي قضية عامة. هي المفروض أي إنسان إريتري يقف معانا، وما بس المعتقلين اللي هم أسيرين، الشعب الإريتري كله أسير، ما في بيت ما عنده معتقل، ما في بيت ما عنده مختطف. أنا أناشد المجتمع أن يساعدوا أسر المعتقلين، يقيفوا معاهم في محنهم. نحن ما نطلب منهم حاجة، نحن بس نطلب منهم أن ينهضوا معانا. نحن الحمد لله كبرنا، الوجع فاتنا، اليوم قاعد نطالب بحقوق أبهاتنا وأخواننا وكل المعتقلين، أي إمكان كان مسلم كان مسيحي، طالما هو إريتري نحن حنطالب به. والقضية دي قضية عامة، لازم المجتمع كله يناشد فيها عشان تصل لحقوق الإنسان للمجتمع المدني. هي هنا زمن جنيتا، إيش معنى بس نحن الإريتريين حقوقنا مدمرة، ما في أحد يسأل عنها. 30 سنة ما في إنسان بيسجن 30 سنة. السجن والمحاكم لو هي مؤبدة حتكون 25 سنة بعد حيكون إفراج السجين. حكاية المعتقلين حكاية تسفيات، والنظام الإريتري متورط فيها وما حيطلع منها، ونحن حنقارع النظام لآخر رمق. وحتى لو اتطلب
نرفع البندقية كبنات المعتقلين وأولاد المعتقلين في وجه العدو، حنستلح في وجه العدو. مخالفة يتلدد احنا بدين موطان كبيرتان بردا رتعنا لتدرنا بسدرانا ذكركم كل جزيء زعبا سورة البطاطا وذكركم 24 ما يبقي اسمه مخالفة تتخيلون عدوناتكم خوش تدلني وخبراي اللينك تدلني مساقون بكارتي عندنا كيان محمد أبتناي سدران خاتم حلم سدران أربعة وروح عشر تقتل سعان شد شد قلنا بحياة نزيد وفح هدي أفتى جدا أنا مسافرين سافرين حتى كا حنتي كارو كان حوي مرعاني لو عندنا مرعاني هذا السودان جاهز هذا السودان أنا ليش لأن لو شاعت عم تعسّت عم متزوم جذاب أحكيهم جذاب مش بحبه نبحتين شعور أبوي بجلبيات بدري راي بوتيو الساحد دي ملكهم جذاب بحبهم أبوخين هذا اللي نبوخ هذا شعور أبوي أصلا مخناتو قدميون أبوي كم سعودي عايز تنسى عايز تنسى ده هدي لهم بحالي أبدي نتوس نتوس عن دائما كخلان مولوه وتجسد أبو العليا ولا يتأثر أنا المدكات اللي أخي جيدو لمات مخناتو قد ميون تسعان سلستانون قوم إلا ما أصير ومسه زنبور من سلستانون بدحريو مات يوم مالتين السجزة بحالي مسكح بحوري واتس مسواتس يعني نعوح زور مخوص دو أديت من سنت وانسان. أديم سوتسات كفت قرابة بتنايت سب مالك. يعني قرب بحقلاي. سرعت الدفس تكمل لا قرب بحقلاي خب حبو خاي كم سلا إيه خاي من كم حبو خاوي كم حبو مطاي. كان عطوا أول. مخلي بعقلان سلوا. مسك العطوا أتجع بيلو. أبغى خلونا نركب ده في شديش ده. كايت. وديقة حفتي شعور ندح ربيت وي نفتي أدي زلات وطان حجي السهرة ما من مخاني تفلتك متيا انت رأيت أبو أدي وديقة أبوي وصلوا مالتي ليتي سبز بحر كمتزاي كان مفرحي نساعة تخون أبو دم فرديوة شو عمد زوتا أخي بوم حكرنا أنا يسرع في وصلوة نزل على أغنيس لتخون على الطريق حسن هواي تخون دعس من تحت من تغن كان شو عمد حارة لها يا أبو رمزيلنا الحمد لله عبينا والحمد لله سيس بيرتلا شكل في هلا يكاتي مكان نفسدته كان حدا حدا عصبات زي سانو تقال سمة أكثر ربنا وقال سيقول يبرغن يعني شباب 24 مايو يمكن يذكروا مهمة يوم زلزل أركان النظام في هذه البلاد يعني يوم سنحت لهم الفرصة والبلد هنا كان فيها مساحة للتحرك حركة 24 مايو والشباب القائمين على قاموا بواجبهم حقيقة يعني الآن منهم من سافر والبقية ما شاء الله ما زالت على نفس الخط أخونا شمسي وشيخ أحمد والآخرين يعني فأحب أشكرهم في هذه المناسبة يعني أنا أقول حاجة 14 إبريل في السنين الفاتت يمكن في السنين الأولى ما كانت بهذا الزخم اللي شايفينه في السنين الفاتت السنة دي واللي قبلها واللي قبلها بدليل إنه نحن موجودين في القاهرة عدد من أبناء المعتقلين وأنا أحب أستخدم كلمة معتقلين بدلا من الأسرة لأن الأسير هو غالبا يكون من تم أسره في المعارك يعني فأحب أستخدم يوم المعتقلين أو المغيبين قصيا أو المختفين قصيا يعني فبدليل النقص السنة دي
والسنة اللي قبلها في القاهرة اللي هم على هذه المناسبة هم أخواننا من خارج أبناء المتفقين. الله يجزيهم الخير، هم ينظموا ويقوموا بهذا الاحتفال ويكرمونا، فلنا منهم جزيل الشكر. وكما أسلمت أخونا ميمونة، نحن ما حننسى اليوم الجميل ده، ويوم من الأيام في إريتريا إن شاء الله لما نرجع إلى دولة الحرية والعدالة والكرامة إن شاء الله هم اللي حيكرموا لأنه كان يقوم بواجبهم. أيضا من الملاحظات أنه على مستوى التنسيقية، وأنا أحب أشكر برضو تنسيقية يوم المعتقل المركزية اللي برا، يعني حقيقة تعبوا شديد عشان يثبتوا اليوم ده. يمكن الشيخ أحمد هبش الحتة دي، يعني 14 إبريل كان مقابلة يوم ثاني مقترح، وكان في نزاع هو أحق يوم 14 إبريل ولا أحق يوم آخر. فيعني تعبوا وكابدوا واستماتوا فيها لحد 14 إبريل. الآن تقريبا نقدر نقول حتى لو ما إجماع 100% لكن لفوق 90%، تبنتها تنظيمات كانت واقفة بالمرصاد 14 إبريل، تبنتها هيئات حقوقية. أنا اليوم عندي لقاء المساء حسب الشخص المتصل صحفي جدا مشهور من القنوات اللي تقلني، يعني هو يقول لي لأول مرة يعني بهذه الطريقة حنتناول قضية المعتقلين، مما يدلل على أنه يعني في إقرار بأن يوم 14 هي اليوم فعلا يستحق أن تكال يعني أن يحتفل بها أو أن تحيا كيوم للمعتقل الإريتري يعني. وكان يقول لي أول مرة وكان لو أداني المحاول، فاليوم حيكون اللقاء في واحدة من القنوات اسمها الرسالة يمكن للمتابعين يعني. فأنا عايز أقول شنو الآن، خلاص إحنا ذاته كأبناء معتقلين خلاص ما عندنا فيها ولا شيء يعني، كل يعني نكرم يدعونا لأنه عشان نعسل ونتكلم ونخاطب وكذا ونحكي ونصل بالقصص، لكن كمشاركة إحنا سواء هنا ولا في المركزية ما عندنا فيها حاجة. برضو من الكلام النقيل يعني الاعتقالات دي لما تمت، الأول اعتقال اللي هو بعد شهرين اعتقال القاضي وعميد المعتقلين في القاضي محمد مرانت، الناس اتصدمت. أنا دي إجابتي لسؤال ورد قبل يومين، قالوا لي كيف تفسر سكوت الناس لما اعتقلوا القاضي محمد مرانت والدفعة اللي بعد اللي هو 92 وبعديها 94 وانت ماشي، يعني سكوت الناس تفسره كيف يعني؟ فانا ما يعني ما لقيت اجابه محدده، يعني ما لقيت اجابه محدده، لكن اديت اطار عام للاجابه. يعني قلت اما الشعب صدم يعني لسه ما كان ما قدر يستوعب اللي قاعد يحصل ده باجابه، او المجتمع ما كان عنده الوعي موجود حاليا. احنا الان ناس عندها مستوى من الوعي تقدر تدافع عن حقوقها. الوقت ذاك الناس كان ممكن تفتكر والله دين اولادنا في النهايه زي ما انتم عارفين الاستقلال او تحرير اريتريا هو يعني زي ما تقول نضال تراكمي من 61 وما قبله طبعا الى ان وصل البلد نقول لسوء حظها، يعني تحقق الاستقلال والتحرير على يد هذه العصابة المجرمة. ونحن لما نقول الكلام ده ما قاعدين ندين تجربة الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، ولا نقدر نقول لأنه عندنا فيها أولادنا وأعمامنا وكذا، وده خوض في السياسة. نحن ما لما سيسى القضية دي، لكن نقول بعد ما تم استقلال إريتريا وتحرير إريتريا على يد أبنائنا الأشاوس الشهداء منهم والجرحى، وللأسف هم الآن يعني برضو يعني هم قاعدين يعانوا من هذا النظام، لكن نقول ما جرى بعد تحرير إريتريا من تسلط هذه العصابة والانفراد بالقرار من قبل رأس النظام ده 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 هو الجانب المظلم من 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 من, من تجربة الجبهة. فلا أقول شنو إنه نحن يعني حقيقة نشكركم كختام، يعني عشان ما نحن أبناء معتقلين نسيطر على الأجواء يعني حابين نسمع برضو، لكن أعيد وأكرر نشكر حركة 24 مايو، ونتمنى يوم إن شاء الله تعود إلى سيرتها الأولى زي ما كانت، ونشكر التنسيقية. وإذا كان من شيء أوصي به، أنا بالصدفة اشتريت البتاع من الليتر الحروف العربية
هذا ما تم اعتقال المعلمين بالتحديد معلمين الدفعة 92 و 94. ده كان بس لأن الجماعة دل على غير هوى. دي كانت تهمتهم فقط، كانوا يعلموا الحروف العربية. أنا بعرفه كان يعلموا الحروف العربية، وهذا طبعا ما كان على هوى العصابة اللي كانت موجودة في الوقت ده. ولذلك رسالتنا هي أن إحنا عشان نعلم الآن كل واحد نعلم على أساس أن الناس تعرف حقوقها. يمكن الناس قالت الكلام ده، يوم الناس تعرف حقوقها ما حتخلي شخص كائنا من كان رئيس ولا وزير ولا حتى بالمناسبة البيوت ممكن تستقيم بالتعليم. البيوت كل واحد ممكن يعرف حقوقه من خلال شو بنعمل من خلال التعليم. إحنا قاعدين نشجع على التعليم فترة بيوتنا، قاعدين نقول للناس أقولوا يا جماعة أقولوا كمان مش على هوا على يعني على هوا يعني نطلقها كده في على عواهنا، لا قاعدين نقول للناس يا جماعة في فرص كذا في كذا في كذا. اللي ما عنده إمكانية يحضر دروس وينتظم في مدارس قاعدين نقول والله في خيار كذا في خيار. أنا على المستوى الشخصي كان الحسن الآن من كم سنة اللي ورا يمكن من 2016 دي أنا شغال اللي أنا شغال تسلم شيء أخذت من وقتكم. أكتفي بهذا القدر و شاكرين للحضور وتقبل المشاق وجزاكم الله خير والسلام عليكم.